حقيقة اليوم بنفتتح مشروع مهم، وهو يأتي افتتاح هذا المشروع أيضا بغمرة احتفالات المملكة بمناسبة عزيزة على قلوب جميع الأردنيين، اليوبيل الفضي لجلوس جلالة سيدنا على العرش، وأيضا أيام تفصلنا عن الاحتفالات بذكرى الاستقلال. هذا المشروع حقيقة الغاز الطبيعي المضغوط من خلال شركة غاز الأردن المسال، مشروع مهم ضمن رؤيتنا لإيصال الغاز الطبيعي وزيادة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر مهم للوقود إلى مختلف القطاعات الحيوية، من حيث أنه بيوفر بالكلفة ما لا يقل عن 50%. المهم أيضا أنه اليوم إحنا عم بنوفر منفذ تسويقي جديد لشركة البترول الوطنية. اليوم شركة البترول الوطنية عندها إمكانية لإنتاج حوالي 40 مليون قدم مكعب باليوم، لكن ما يتم تسويقه حوالي 17 إلى 18 مليون قدم مكعب باليوم بمحطة الريشة. هذا المشروع راح يوفر فرصة تسويقية مهمة، إمكانية إيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات. اليوم أهمية إيصال الغاز الطبيعي إلى الصناعات لأنه كمان كلفته مثل ما أشرت إلى تنخفض حوالي 50%، وهذا يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي. اليوم إذا قدرنا أنه إحنا نخفض كلف الطاقة على هاي القطاعات الاقتصادية بنعزز من ميزتها التنافسية، هناك بصير في إمكانية لإنتاج مزيد من السلع والوصول إلى أسواق جديدة، وبالتالي خلق فرص عمل جديدة والمساهمة بعملية مزيادة نسبة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، اللي أيضا رؤية التحديث الاقتصادي نصت على أو أحد أهدافها إلى أنه خلق مليون فرصة عمل خلال العشر سنوات اللي تتضمنها رؤية التحديث الاقتصادي. احنا اليوم بدأنا بإيصال البنية التحتية للصناعات والقطاعات الحيوية، وأيضا هناك فرصة استثمارية متاحة لإيصال شبكات الغاز الطبيعي. رح نبدأ بالعطاء، بنحاول نستقطب شركات من القطاع الخاص اللي عندها خبرة بهذا الموضوع لإيصال الغاز الطبيعي إلى مدينتي عمان والزرقاء، سواء القطاع المنزلي أو القطاع التجاري والصحي والسياحي. فهذا أيضا من ضمن خططنا، بيوفر مصدر للطاقة، مصدر مستدام وكلفته أقل من البدائل الأخرى اللي احنا بنستخدمها اليوم.